جهاز سبلاي يونت سبلاي ومجموعة ميترز زي دي ومجموعة مقاومات زي اللي موجودة معانا. نتعرف عليهم كده الأول. ده السبلاي اللي موجود معانا بياخد الكهرباء الأساسية يدخلها على مجموعة سويتشات في البداية وبعدين يحولها إلى 3 فيز سورس 380 وسنجل فيز سورس إلى 220 ثم مجموعة 2 يونت جنب بعض دول اللي هم الدي سي يونتس. دي سي يونت اتنين يونت دي سي او بيبقى في عندي باور سبلاي زي ده. باور سبلاي هو عباره عن وحده تغذيه دي سي موجوده من خلال 2 يونتس. اليونت الاولانيه 30 فولت 5 امبير واليونت الثانيه 30 فولت 5 امبير برضو. يعني لو انا عايز رينج من 0 ل 30 بروح للايه لليونت واحده منهم. لو عايز رينج فوق ال 30 بوصل التو يونتس دول مع بعض ان سيريز عشان اخد الرقم اللي انا عايزه بس ماكسيمم طبعا ما يتعداش 60. كويس. بيظهر لي على المونيتور ده قيمه الفولتج سبلاي اللي انا هشتغل عليه وقيمه الكرنت كمان اللي المفروض يطلع لي قد ايه. تتحكم فيه لليونت دي عن طريق البرياج ده. ده اسمه برياج سواء هنا او هنا. نفس الكلام بالنسبه لمين؟ للكرنت. يبقى ده بالنسبه لك تحكم في الايه؟ انا عايز ابقى امبير او ملي امبير وكده. لا هو انت بتدي سبلاي لفولت بس في العادي ما ينفعش الامبير ده يكون على زيرو. فلازم تفتح بس اكنك بتمرر السكه التيار موجود في الدايره وهو هيقيس لك التيار ايه العادي قد ايه. ولكن انت لو قافل الكرنت ده يبقى انت اكن عامل بلوكينج لمين؟ يعني ده عامل زي ما يكون سويتش كده بيفتح ويقفل ال بالظبط كده. يبقى انت اكنه ده سويتش بيدخل لك او بيمرر التيار اللي ماشي في الدايره. طيب يبقى ده عرفنا ان ده باور سبلاي مصدر تغذيه زي موجود في اليونت ده ولكن ده شغال دي سي بس. طيب محتاجين نعرف ايه تاني؟ محتاجين نعرف شويه اجهزه قياس. اجهزه القياس اللي احنا بنشتغل عليها زي الجهاز اللي قدامنا ده اسمه الدارسون فالميتر. ده اسمه الدارسون فالميتر. الدارسون فالميتر ده هو عباره عن ميتر بيقيس لك زي ما اتفقنا قبل كده فولت وكرنت اي سي ودي سي. كويس. وبيقيس مقاومات كمان غير معلومه. يبقى انا عندي الجهاز ده المفروض بيقيس فولت وتيار اي سي ودي سي واوم ميتر كمان. كويس. ليه نقط دخل وليه نقط خارج. نقطه الخارج هي نقطه واحده بس للجهاز. هي النقطه دي ركز معايا. نقطة الخارج هي نقطة واحدة بس للجهاز وهي النقطة دي. نقطة الدخل على حسب انت عايز تشغله كايه؟ كاميتر ولا فولت ميتر؟ لو فولت ميتر يبقى هي النقطة دي. يعني مكتوب هنا ايه؟ فولت وار اكس. يبقى سواء ان كان بشتغله كفولت ميتر او اوم ميتر هي نقطة الدخل ايه؟ ونقطة الخارج للجهاز هي دي دايما. طيب لو انا عايز اشغله كاميتر اشوف رينجات الاميتر ايه؟ اشوف اشوف رينجات الاميتر اللي انت عايزه ايه؟ يا عم سوي معلش يا فندم. طب بالنسبه لي ده هو عباره عن دخل نقطه دخل لتيار دي سي. نقطه دخل لتيار دي سي عرفت منين؟ مكتوب موجب ملي امبير او مايكرو امبير. يعني لو رينجات التيار بتاعتك في الدايره وزين الملي او المايكرو امبير يبقى دي نقطه الدخل بتاعك ودي نقطه الخارج. دايما لو رينجات التيار والدايره بتاعتك وزن الواحد واتنين من عشرة امبير يعني رينجات اعلى شويه يبقى دي هتكون نقطه الدخل. ودي سي برضه لان في علامه موجب اهو. لو 12 امبير بتعلى كل ده شويه ايه؟ هون بتزيد. تمام؟ او لو كان اي سي يبقى دي نقطه الدخل الايه؟ بتاعت الاي سي ده بالملي امبير ودول بالامبير العاديه 1 2 و3. لو دخلت على نقطه مثلا تحت دي التيار اكبر هيتحرق هيبقى الرينج قايس ايه؟ قايس في الاخر فمحتاج يكبر له الرينج شويه. يعني انا هشتغل عليه عادي بس محتاج اكبر الرينج زي الافو العادي. كويس؟ طيب نيجي نشوف بقى انت الاول قبل ما تشغله محتاج تشغله الاول كايه؟ كجهاز ايه؟ هل بيقيس لك اي سي ولا بيقيس لك دي سي ولا بيقيس لك اوم ولا الوحده الاخيره دي بتاعت الديسيبل اللي هي الصوت؟ الاوم بيبقى نفس الكلام الاوم زي توصيلة الفولتميتر بالظبط وعلى السكيل بتاعه الاخير ده اللي مكتوب هنا بالكيلو اوم. كيلو اوم يبقى الرنجات بتاعت السكيل اللي فوق ده هو اللي هقرا عليه الاومز. السكيل اللي تحتيه على طول فولت او تيار دي سي. السكيل اللي تحت منه فولت او تيار اي سي علامه التردد.
يبقى انا في البدايه محتاج ان انا احدد له نوع الجهاز، نوع نفسه السليكشن اللي انا محتاجه. ده بالاضافه الى ان انا عايز اشوف بقى هل هشتغل كاميتر الوحدات دي اللي على اليمين كلها اميتر تتراوح ما بين رينجات 60 مايكرو امبير لحد 12 امبير، كل بوزيشن بايه اكنه بيدخل مقاومات ارشنت. فاكر كان بيشرحها باشمهندس بيدخل ارشنت كل شويه عند فين تيار مناظر، او لو انا هشغله كفولت ميتر يبقى الناحيه الشمال كلها وبالتالي بيدخل مقاومات سيريز ريزيستنس. تمام، بس ده اللي احنا عايزين نقوله للدارسونفيل ده. فانا اعتبر ان ده هو الدارسونفيل بتاعنا. هنحتاج مين تاني معانا؟ هنحتاج يكون معايا ستاندرد ميتر. الستاندرد ميتر بالنسبه لي هو الافو. افو عادي خالص. الافو دايما بيقيس لك فولت وتيارات، وممكن بقى في افوهات جديده بتقيس لك مقاومه وكويل ومكثف، بيقيس لك فريكوانسي، بيقيس لك البولاريتي بتاع البي ان بي جانكشن الترانزستور العادي، بيقيس لك تراكات يمشي بيها على بورده برينتد بورد ويشوف التراك اللي هنا واصل والتراك اللي هنا ولا لا. فالابوهات في ابديت ليها كل يوم بيبقى فيه جديد، بس الديفولت بتاعنا ان انا محتاج جهاز يبقى ستاندرد بالنسبه للجهاز ده، او بعمل له معايره للجهاز ده عن طريق جهاز تاني ديجيتال اعرف ان انا شغاله صح ولا لا. فبالتالي انا عندي الابو ده وهشغله كامبير. نقطه الترامل بتاعتي التيرمينالز اللي عندي هي عباره عن ايه؟ الفولت والاوم والهرتز ببنة واحدة او بانترنال واحد مع الكومون. يبقى انت كده بتقيس كفولت ميتر او اوم ميتر، او لو عايز تقيس فريكوانسي كمان يبقى بيتوصلوا كلهم بارلل. اما التيار بيتوصل سيريس في الدايرة كاميتر، يعني بيتوصلوا سيريس في الدايرة. فبالتالي انا عندي رينج تيار بالملي امبير او بالمايكرو امبير مع الكومون، يبقى انت كده بتقيس تيار قليل، او تيار تاني بس بريت اعلى شويه سواء 10 امبير ماكسيمم مثلا على الكوم، يعني لحد 10 امبير مع الكوم، يبقى ده بيقيس لك رينجات اعلى في التيار. فكره ان انت بتحول بقى هل انت شغال ملي ولا شغال بالامبير العادي ولا شغال بالمايكرو امبير، ده اللي بيتحدده اليوزر اللي بيستخدم معاك الجهاز. كويس، طيب ده بالنسبه للميترز اللي احنا هنحتاجها في التجربه دي. هنحتاج كمان مجموعه مقاومات. سلايدر ريزيستنس دي لو تفتكروا بتاعت اعدادي هي عباره عن ريزيستنس بتتغير عند كل قيمه فيها بتحصل لك على قرايه المقاومه دي. التيرمينالز بتاعتها بتبقى دايما عباره عن ثلاثه تيرمينالز، اثنين تيرمينالز متغيرين او واحده متغيره واثنين ثابتين وواحدة جراوند، بحيث ان انا لو انا بعمل بروتكشن للمعدة بتاعتي من اي اكسسيف كارنت من اي تيار زيادة يروح للارضي ما يروحش للايه للجهاز نفسه. اما بتبقى في صورة سلايدنج زي كده او في صورة سيركلر ريزيستنس زي اللي قدامك على الشكل ده، وبيبقى دائرية. يعني المقاومة دي الرينج بتاعها 220 اوم، والمقاومة دي الرينج بتاعها 1 كيلو اوم. ليها تو تيرمينالز زي ما انت شايف، والتيرمينال اللي بتتغير هي البكرة، وبيبقى عندي فيه جراوند بالنسبة لي وفيوز في حالة ان التيار زاد عن الريتد بتاع المقاومة دي عشان ما يبقاش فيه اشياط، فيبقى الفيوز هو اللي يتفصل. نيجي للتجربة بتاعتنا الأولانية. التجربة الأولى أوت أوف ثلاثة، شغالين في مجموعه تجارب. التجربه الاولى اللي احنا شغالين عليها دي موجوده في الكتاب عندكم في نهايات الكتاب صفحه 220 للي معاه، يعني اللي معاه كتاب الميجر افتح الشنطه هات شنطتي صفحه 220 شنطه انا افتح الشنطه في الكتاب ما تضحكش في الفيديو تجربة في 220 الأولى اسمها كاركترستيك اوف دي سي ميتر. ايه الفكرة فيها؟ ان انت عندك جهاز، ركز معايا الأول، عندك جهاز مجهول البيانات. هنفترض ان الجهاز اللي مجهول البيانات هو الجثة اللي قدامنا، مش عارف عنها اي حاجة. فبالتالي انا محتاج اعمل لها سكيل، اعمل لها ديزاين للسكيل، محتاج اعرف الانترنال ريزيستنس بتاعت الجهاز ده كام، محتاج اجيب السنسيتيفيتي بتاعته كام. ده اللي هيحصل في اول تجربة. المطلوب فيه في اول تجربة ثلاثة اوبجكتيف، المطلوب فيه
ثلاثة اوبجكتس موجودين في الاول اهو. بيقول لي to determine experimentally the sensitivity of Darson Val meter او meter movement. يعني انا محتاج اجيب السنسيتيفيتي بتاعته عند رينج معين. زي ما انتوا عارفين ان كل رينج ليه سنسيتيفيتي ايه؟ سنسيتيفيتي معين صح ولا لا؟ لان السنسيتيفيتي دي بتساوي ار توتال على مين؟ على الرينج صح؟ ار توتال على الرينج على الرينج ار توتال على الرينج يعني اوم بير فولت. انا سبت الاسماء في رينج فبالتالي انا عندي كل رينج بيتغير بيأثر لي على مين؟ على السنسيتيفيتي صح ولا غلط؟ طيب فانا محتاج اعرف السنسيتيفيتي بتاعت الرينجز اللي عندي دي قد ايه. ده اول اوبجكت. تاني اوبجكت عايز احدد الانترنال ريزيستنس زي ما قلنا. تالت واحد عايز اعرف اللينياريتي. كلمه لينياريتي دي معناها ان انا عايز اشوف الديزاين سكيل لي عند كل سكيل بكام، عند ثلاث ارباع السكيل بكام، عند نص السكيل بكام، عند ربع السكيل بكام. تصورك كده ايه المفروض شكل السيركت دايجرام بتاعتنا؟ هتبقى عباره عن السبلاي بتاعنا اللي هو دي سي ومعاه مقاومه متغيره ومعاه الجهاز اللي انت عايز تشغل عليه ده ومعاه جهاز تاني ايه؟ ستاندرد ميتر بتقيس من خلاله صح ولا لا؟ كل ده يبقى في الصوره اللي احنا هنوصلها في الحاله اللي جايه. فيبقى الشكل اللي عندي اللي موجود قدامي هو ده اللي احنا محتاجين نوصله. كويس؟ لا انت مش هتخش بيه. هو هيقول لك في الامتحان مثلا الاوبجكت بتاعك دول هيقصهم لك كده وقبليها كلمه هاو. هاو تو ديترماين اكسبيرمنتالي كذا كذا كذا. اروح جاي راسم. فتبقى عارف ان المنطوق ده بتاع التجربه رقم كذا. هرسمها بقى وتعالى. هترسم وتبدا توصل. طبعا في الامتحان مفيش توصيل كهرباء. احنا دلوقتي هناخد النتائج وهنوصل كهرباء زي ما احنا عايزين، بس احنا ايه؟ هنختبرك بس فهمك للتجربه وتوصيل. طب وصل ولا لا؟ هيمشي على التجربه الاولى، هيمشي على الثلاث تجارب اللي احنا هنشتغل فيهم في المعمل، ورابع اسبوع هيكون العمل. بالمناسبه ان درجه العمل هتكون 30 درجه. فاهتمامك بيها زي اهتمام الماده كلها، لان ممكن تنزلك وممكن تطلعك لو انت واقع. فبالتالي 30 درجه ده رقم. ومفيش اوبشنز فيها كتير، يعني هنعوض في الفاينل بتاع العملي بس. ما فيهاش ميد ترم واحد وكويز واحد وكويز اثنين، هي الحاجات دي بتتملي خانات. انما اكشولي مفيش الكلام ده. فهو عملي، فاينل عملي هو اللي انت تهتم بيه توصل بيه. هو امتحان واحد بس. انا امتحان عملي بس مش امتحان. تمتحن درجه العملي في ربع اسبوع في اللي احنا جايين. ترسم مع يعني حل السؤال العملي مع التوصيل 30 درجه. مع حضور الثلاث سكاشن دول اللي جايين دول ال 30 درجه. تمام؟ فنهتم بيها شويه. ده اللي خلاني بس ايه احيدها من كلامي. طيب الوضع اللي انت شايفه قدامك ده هنعمل ايه؟ عايزين نوصله. فانا محتاج اوصل الدايره دي. يبقى انا شايف ان في دي سي سبلاي صح؟ انا عايزك بقى توصل لي الشكل اللي قدامك ده. انت اول مره تشوف اي عملي في حياتك، فانا عايزك على طول تحتك بالعملي كده وتشوف هنعمل ايه. عندك الاسلاك، خلي دي على جنب الاول. عايز بس الاف اس بي الكرنت بيخش منين ولا ده اللي هقوله لك. انا عايزك تخلص اول حاجه الاجزاء السيريس كلها، وبعدين لو في حاجه بارلل بتبقى دايما في الاواخر. يعني لو انا عندي فولتميتر هنا، يبقى بعد ما اخلص السيريس كله هوصل الطرفين بتوع الفولتميتر بارلل على الحاجه اللي انا محتاج ادخلها. خلاص؟ طيب لو انا عايز اشغل الدايره بالوضع ده هعمل ايه؟ اسلاكك اهي كلها هتاخد من السبلاي لحد ما ترجع للسبلاي تاني. كويس؟ يبقى انا هبدا من السبلاي وارجع له تاني. ده السيريز، يعني ما اسيبش نقطه مفتوحه، لا ابدا من الموجب وارجع للسائل بتاعه. يعني انا عندي باور سبلاي اهو بالظبط كده. رسمة قدامك. المقاومتين دول، المقاومتين دول هي المقاومه الفعليه دي، يعني دول اكنهم صلة واحدة اللي هي سيريز ريزيستنس. ده السبلاي مثلا بتاعك؟ ده السبلاي بتاعي. برافو عليك. تمام. الانترنس قلنا من هنا ماشي، عايز ده ماشي، عايز اليونت دي ماشي. ده ازرق هو الانترنس بتاعك؟ انت شايف ايه؟ انا جايب لك موجب وسالب. الموجب ده هو الداخل. هو الداخل. يبقى هيخرج من الموجب هو كده. هيروح على ايه؟ هيروح على ريزيستور. تمام. الريزيستور ليها تو تيرمينالز. بالظبط. مش فارقه نقطه الدخل اللي فيها في اي واحده. اي واحده نقطه الدخل والثانيه خارج خلاص.
نرجع من الزمن بقى اللي بتاعنا الموت نمشي كده بالظبط كده هنطلع منها بالظبط نمشي على الستاند اب ستاند اب ميتر هو هنشتغل عليه كاب بس نطلع منها الاول والله عندي هنا كل كبير انا وصلنا جبنا على الدخل اللي هنا فين بقى نشتغل عليه كاب ويبقى ايه تمام بس انا الرينج بتاعي بالملي امبير ملي امبير يعني رينجات صغيره كده يبقى بالتالي ده فعلا واخرج منين واخرج من الكومن تمام اخرج من الكومن اروح على مين على الدارسون فان هو ده تمام الاميتر نظبط الكلام ده على اميتر بقى تمام اولا دي سي ولا اي سي دي سي خلاص دي متظبط مظبوط على الدي سي خلاص والرينج بتاعي معلش الاي سي الاي سي ده مش تمام سهل السليكتور هي معموله على فكره معموله على 30 ميني خلاص يبقى من التجربه الناس اللي كانت ممكن ادخلها هنا بقى بس ما دي نقطه الانبوت صح تمام الرينج ده والاوتبوت هو مين نقول على الشمال احنا كده كده التيرمينال بتاع الاوتبوت بتاعنا ثابت طب خلي واحد ثاني ياخد الموبايل لا انا عشان بالظبط بتاع هطلع فيها هتروح على سويتش مشكله سويتش اكننا احنا سويتش نرجع بقى للخارج اللي هو السبلاي بقى نرجع على السبلاي او بقى الخارج بتاع بقى اللي هو مثلا بس كده كده توصل الاكسبيرمنت دي شغل الكهرباء بقى هنا عشان طلبنا مثلا نجيب ال ليه احنا نبدأ نشتغل احنا تمام خلاص احنا فهمنا التوصيل بس انا اخترت واحد هو اللي يوصل طول يعني ماشي وصلت الدنيا تانية من على المورن هو الافو ده على الناس هو الافو ده على الناس واللي وراه ده هو صفيه مش لسه فراه مش طيب نعم. نعم. مهندس الشاي نعم بس لكن ثاني دي الحمراء والكره بالصفراء دي الانبوت يا انبوت بتاع بقى هتلاقي تحت مكتوب عليها ملي امبير بس تمام كده يا جماعه ماشي كده يا باشمهندس بس الخطوات دي راجع من السبلاي خارج من الموجب رايح على اللزق اللي هو الريزيستنس اخرج من الريزيستنس رايح على الستاندرد ميتر اخرج من الميتر رايح على الانبوت بتاع الدارسون فال اخرج من الدارسون فال اروح على النيجاتيف بتاع السبلاي هو مش من ده يعني مين هنا ده مش ده الانبوت كله ده الانبوت طب واللي فوق ما هو ده رينجات اكبر رينجات اكبر بالظبط كده طيب في بعض البريكوشنز قبل ما انا ابدا اشغل الاكسبيرمنت بتاعي ايه هي البريكوشنز دي اول حاجه لازم ان انا اظبط الريزيستنس اللي عندي على الماكسيمم فاليو كويس يعني قبل ما ابدا اشغل محتاج احتياطات كده ان انا اظبط الريزيستنس عندي على الماكسيمم فاليو والسبلاي على ايه على الزيرو رينج بالنسبه لي بالنسبه لي كده انا بعمل ايه نعمل بعمل سكيو ايه نعمل تايم ماكسيمم يعني ده ماكسيمم فاليو قيمه قليله الا قيمه قليله هيبقى في تيار سامح ان في تيار يخش كبير انما لما تعمل على الماكسيمم فاليو معناها ان انت ايه تتحكم عشان ما تحرقش يعني لو عشان ما تتسربش على مين على رايتك هنا وتظبط رينجات الجهاز بحيث ان هو يتناسب مع رينجات الدايره نفس الكلام بالنسبه للايفر وتبدا تشغل لو تظبط لي دي معلش على الواحد كيلو او ناحيه ثانيه لا صح ده صح كده بالظبط كده صح اقصى حاجه ان هو خلاص وقف تبدا بقى تشغل الايه اليونت سبلاي بتاعتك اليونت سبلاي دي هي بروتكتد طبعا كايرس بروتكشن تمام ضد اي زياده في التيار خازن الستري انديكيتور سلامب دي اشتغل يبقى المفروض اليونت سبلاي بدات معاك تمام اليونت سبلاي دي محتاج ان انت كمان تشغل الشانل اللي انت محتاجها فبالنسبه لي هي دي الشانل ايه اللي انا عايز ايه اوتبوت اون اوف يعني هي دي اللي هتخرج لك الباور لو انت محتاج تشغل الشانل الثانيه يبقى هتدوس على النقطه الثانيه لو انت محتاج الاثنين يكونوا سيريس فلازم تتحكم في البوش بوتوم اللي هنا يبقى هتخليه اما حر كده ان هو يشتغل لوحده يبقى كده الاثنين سيريس لو احتاجنا بعد كده 60 ممكن ابقى اوريها لكم الفكره ان المونيتور ظهر لك فيها قيمه الفولت سبلاي والاميتر بالنسبه للانبوت شانل 1 ودول بالنسبه للانبوت شانل 2 تبدا بقى تزود الفولتج حسب الريدنج بتاعتك طيب فاحنا محتاجين نظبط الفولت سبلاي على كام
5 فولت تقريبا، 5 فولت تقريبا. ابدا زودي السبلاي كده عند 5 فولت ونشوف ايه اللي هيحصل. ابدا زودي السبلاي عند 5 فولت كده هندسه. مش هيطلع ليه؟ لان انت عامل 0 امبير صح ولا غلط، فما فيش قوه دفع الكهربيه للتيار مقفوله. فابدا ازود امبير الاول وافتح السكه للامبير بالظبط كده بحيث اللمبه بقت ايه افضل. خلاص ابدا شغل بقى الفولت سبلاي وظبط الرينج عند كام؟ عند 5 امبير، عند 5 فولت كده 5 فولت. طبعا وانت بتظبط الرينجات وانت بتزود وانت بتقلل الكلام ده انت عينك دايما على مين؟ على الميترز. والحاسه الشم عندك لازم خلاص خلاص هموت واظبط. ليه بقى؟ لان ممكن انت اصلا وانت بتزود عالي يبقى في حاجات بتشيط، في حاجات بتولع، يعني انت المفروض ايه تستخدم حاسه الشم معاك شويه. خلاص ظبطت الرينج بتاعي عند 5 فولت. هو عايز يعمل ايه بقى؟ تقريبا 5 فولت. عايز يعمل ايه هو؟ عايز يحدد السنسيتيفيتي بتاعت الجهاز ده. معناها ايه؟ انا الجهاز ده مش عارف اي حاجه عنه، بس مجرد ما انا وصلت الريدنج فيه للفول سكيل هيبقى واحد على الاي فول سكيل. ده هو مين؟ صح ولا غلط؟ بس طب انا هجيب قيمه الكرنت منين وانا مش شايفها؟ وانا ده مجهول بياناته بالنسبه لي. هقراها من مين؟ من الستاندرد ميتر اللي موجود معايا. تمام كده؟ يبقى هننور ده شويه كده. يبقى هو الرقم يعني مثلا 30 ملي، يبقى وابدا اغير في الريستات لحد ما اقرا هنا مين؟ فول سكيل ريدنج. ابدا اغير. اغير اكس. كل ما تقل كل ما بس يعني قل. انزل 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 بالتدريج. واحده عشان تقرا صح ما تقفش مكانه ولا مكاني. اتعلم ماشي. تقف عمودي عليه. لا لا بس بس فول سكيل كويس؟ ده كده وصل للفول سكيل ريدنج. المفروض الاكشوال فول سكيل ريدنج يتقرا منين؟ من على الديجيتال. قاري كام؟ 29 و84 فولت ده صح؟ امبير. هتيجي على التيبل الثاني ده اللي موجوده في اخر صفحه هتكتب الاي ام بتاعك كام؟ 29 و84% امبير. يبقى بالتالي السنستيفيتي بتساوي 1 على الرقم ده. هتجيبه كويس؟ يبقى نكتب ندون الكلام ده لان هحتاجه. الاي ام بيساوي 29.84% بس ده لما الار ام بكذا. لسه الار ام هجيبها. دي مش ار ام اولا، دي سيريز ريزيستنس متوصله مع الجهاز. تمام. حلو كده؟ طيب ده الاوبجيكتيف الاولاني. الاوبجيكتيف الثاني هو ايه؟ تحديد اللينياريتي بتاعت اسف الانترنال ريزيستنس بتاعت الجهاز. صح؟ عشان اعرف الانترنال ريزيستنس للجهاز ده هعمل ايه؟ تاج افصل. خلاص تاج افصل اشتغل من اول. انا محتاج اوصل شنط ريزيستنس مع الدرسون فال. طب ايه هدفه منها يعني؟ لو انا جيت وصلت شنط ريزيستنس مع الدرسون فال انا كده بكونفيرم ان التيار في الريزيستنس دي بيساوي التيار في الريزيستنس دي. صح ولا غلط؟ وبالتالي لو حافظت على ان التيار اللي ماشي في الموفمنت هو التيار اللي ماشي في الشنط ريزيستنس هيبقى كده التو سايدز مالهم اي ام بيساوي اي شنط. يبقى بالتالي الريزيستنس دي بتساوي الريزيستنس دي ولا لا؟ انا عايز احصل على الكلام ده. فانا هاجي اوصل شنط ريزيستنس خارجيه اللي هي عن طريق الريستاتيك ريزيستنس دي اللي ليها كام طرف؟ ثلاث اطراف. لو قلنا اثنين ثابتين وواحد حراري. اثنين هم اللي بيغيروا وارضي. والطرف الثالث هو اللي بيتحرك على السلايدر نفسه. بس لما تيجي توصل دلوقتي الانترنال الارشنت مع الجهاز يبقى توصله بارلل ولا لا؟ واول ما توصله هيحصل لودنج عن الفول سكيل ولا لا؟ تعال نشوف. يعني لودنج يعني هيقل بدل ما كانش فول سكيل كان هيقل بقى ما في مقاومه زياده. بالظبط اهو. ادي اول طرف اهو. الطرف الثاني فين؟ بص بقى على الميتر ايه اللي هيحصل فيه؟ كده قل ما بقيمه، مش شرط النص، قل بقيمه. انا محتاج اعمل ايه دلوقتي؟ اجيب الفول سكيل. لا مش هجيب الفول سكيل، انا عايز احاول اجيب التيار اللي يمشي في الموفمنت هو هو التيار اللي يمشي في المقاومه دي. هو التيار ده كان كام يا جماعه؟ كان واصل فول سكيل. طب انا عايز ازود هنا بقى اعمل ايه؟ هحاول اخلي التيار يبقى قاري ايه هنا؟
نص السكيل برافو عليك. يبقى النص اتسحب هنا والنص التاني اتسحب هنا ولا لا؟ تعالى نعمل الكلام ده. هتغير في الريستات دي لحد ما يقرا هاف سكيل ريدنج بقى اي ام زائد اي شنط ايكوال التيار اللي ماشي هنا ولا لا؟ اللي هو كام هنا؟ 30. هل غيرت انا في حاجه هنا؟ وضحت؟ طيب كده انا عملت كونفيرميشن نص مسحوب هنا ونص مسحوب هنا. يبقى انا محتاج اعمل ايه دلوقتي؟ اقيس الار شنط دي كام؟ يبقى الطرفين بتوعها دول حطهم في الافوميتر كانه مكون من بوم ميدر. لازم تشرحوا مكاني بقى خلاص انتوا عديت. يبقى هلغي ده بس شويه واوصله كانه ايه؟ اوم ميتر. توصيله الاوم ميتر زي توصيله الفولتج بالظبط الاثنين كومن معايا. وهقرا قيمه الفولت قد ايه؟ هقرا بس هقرا قيمه المقاومه قد ايه؟ هلاقيها كام امبير؟ كام اوم؟ 8.2 اوم. يبقى بالتالي الانترنال ريزيستنس بتساوي هنكتبها هنا هو في التيبل ده فيه كل حاجه. 8.2 اوم. خلاص دورها انتهى دلوقتي. يبقى اذا الار ام بتاعت الجهاز عرفت ايه قيمتها كام. نرجع الدايره زي ما كانت. طيب وانت شغال لازم تتاكد ان الدايره اتفصلت ككهرباء وبعدين تغير فرنجاتك عادي وبعدين توصل الدايره زي ما كانت. لان انت بالنسبه لك لو انت شلت والدايره اونلاين هتبقى انت بتوصل كمقاومة جسمك مع الدايره فده يبقى هيمر فيك تيار كهرباء. اما لو فولتميتر عادي ممكن يتشال بارلل يتحط بارلل والدايره اونلاين. ولكن لو انا بشتغل كاميتر من ضمن الاحتياطات ان لازم افصل الدايره وبعدين اوصل لان انت بتبقى سيريز معاه. طيب نرجع الدايره زي ما كانت. رجع عادي للفول سكيل ريفليكشن بتاعي. الاكسبيرمنت او الاوبجكت بالثالث هو تحديد اللينياريتي بتاعت الجهاز. واللينياريتي بتاعت الجهاز دي معناها ان انا محتاج ارسم له السكيل بتاعه. فبالتالي الجهاز ده مجهول بيانات وانا مش عارف. جبت الفول سكيل وعرفت ان هي بكذا. طب لما عند 3 ارباع السكيل يعني لو جبت البوينتر بتاعي على 3 ارباع السكيل هقرب الكلام ده منين؟ من الاف. يبقى تغير لي كده لحد ما تصل الى هنا الى 3 ارباع معلش. كبر بقى كبر المقاومه. لا ده مش 3 ارباع. يعني احنا بقى ايه؟ ما انا عندي سكيل هات لي كده. ما انا عندي سكيل هقول لك حب ولا ايه؟ مش ورقه كده من درافت؟ ورقه درافت عايز ورقه درافت. انت دلوقتي بالديزاين سكيل عندك الفول سكيل رينج ليه وعارف الميد سكيل رينج او الهاف سكيل رينج وعندك الزيرو يبقى الثلاث ارباع معناه ان نتقسم ده نص والربع معناه ان نتقسم ده نص صح ولا غلط؟ طيب احنا عارفين الفول وعارفين الهاف سكيل يبقى نصص المسافه ما بين الهاف والفول سكيل ده الثلاث ارباع. طيب يبقى غير بقى كده يعني النص اهو 22.5. احنا ما انا مش عارف ارقام ما تقولش 22.5 دي لان المفروض 22.5 دي مين اللي يقولها لي؟ الجهاز الاب صح كده ولا غلط؟ يبقى انا بجيب بناء على الديزاين اللي انا محتاجه. تمام يبقى غير كده هندسه لحد ما نجيب حسب الديزاين. الديزاين بيقول هنا عكس لا بالراحه انزل كده بالراحه لا قبليها بس يعني ما تحركش. مين اللي قاري الفول الثلاث ارباع السكيل؟ الافو. يبقى الافو ده بالنسبه لك هيتكتب عند اي ثلاث ارباع كام؟ 22.2. بس دي الارقام طالعه مش لا هي ده المفروض الاكزاكت ده الشارب ده الجزء الشارب بالنسبه لي. انا جايب ال كلها ب 29 و انت قصدك يعني في تقريب يعني صغير ممكن طبعا عشان الوايرز دي ليها انترنال ريزيستنس فداخله كمان في الايرورز يعني في ايرورز في الموضوع واخد بالك؟ طيب هنغير لحد ما نجيب عند نص السكيل. عايز تعمل له معاير
ما هو ده المعايره اللي بيتعمل. بس في حاجات بتحتمل الايرور، بيتقال ان ده في الاخر ليه بيرسنت ايرور كام؟ 14 97. يبقى الفول ان هاف سكيل 14 97، ربع السكيل هتنصص المسافه ما بين الزيرو وده كمان 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 بس تقريبا. لا تاني بس كام تقريبا؟ 8.5 ملي امبير، 8.5 بالملي. الكلام ده كله بالملي يا باشمهندس، واضح كده يا باشمهندسين؟ اتفهمت الفكره دي؟ طيب لو انا محتاج بقى، لو انا محتاج ارسم العلاقه دي، هلاقي ان ده كل سكيل كرت وده 3 ارباع السكيل وده النص سكيل وده الربع سكيل، صح؟ ويترسم ده تقسيمات بقى 5 10 15 20 25 30. هلاقي الكيرف ده رايح ازاي، شكله رايح ازاي، وبيقل كل ما هو المفروض بيزيد. ربع، اسف، نص، 3 ارباع، هنا فول سكيل. هلاقي ان الكيرف ده رايح ازاي، اتجاهه لينير بالشكل ده، كويس. فدي بالنسبه لنا العلاقه الخطيه ما بين الاكشوال فاليوز والميجرد فاليوز اللي انت محتاجها. هنرسم الجراف ده في الصفحه اللي تحت ايدك دي مع الخانتين دول. المفروض اللي يحصل بقى ان انا اكرر نفس الكلام مع رينجات مختلفه للجهاز ده. يعني لو انا عايز اعمل تصميم للجهاز ده من كل النواحي محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل كذا رينج، واحدد عند الرينج الاولاني مقاومته الفلانيه كذا، واحدد الثلاث ارباع الربع النص والسنسيتيفيتي بتاعته كذا، السكيل اللي بعده الرينج بتاعه كذا، كل بياناته البارامترز دي كلها تتملي. بس ده كان اضعف ريدنج عندي في المعمل، مش هعرف اجيب اكتر من كده ليه. بس احنا مطالبين بالقياسات دي في الامتحان، يعني الاوبجكتيف ده المفروض يتكرر مع رينجات مختلفه، لكن مش جاي معانا 5 6 مرات بالظبط كده في الامتحان. مش مهندس الريات دي محتاجه؟ لا في الامتحان مش محتاجه، يعني بس توصيل بس وكلمتين في الكلام اللي انت فاهمه ده، ولو في رسومات تمام. مش يعني زي برضه معمل فيزياء كده، بس انا بقول لك اهتمامك فيه ان 30 درجه كويس كده. التجربه بتقول خلص، هي واحده من 3 دي مشكله، يعني نقول كل مره ب 10 درجات، صور دي 10 درجات اسف. تمام كده يا رجاله، في مشكله؟ عشان بس توصل بايدك، محتاج ان انت برضه ايه توصل بالعمل زي ما الباشمهندس بدا كده. حاول ان انت توصله برضه بايديك وتشوف الدنيا ماشيه ازاي. خلاص كده، ده اللي انا عايز اقوله في التجربه الاولى ان شاء الله.